السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح يكون عبارة عن شرح للبروبلمز، ممكن مش كل البروبلمز، ولكن احنا راح ناخذ أفكار مهمة وناخذ أفكار يعني كثير بتتكرر، وللأشياء اللي حكينا عنها بس الفيديوهات السابقة. طبعا الفيديو هو التشابتر 3 اللي هو السب سول اكسبلوريشن. أول سؤال اللي هو 3.1 بيقول لي أشيل بيتيوب، نقول أشيل بيتيوب وجزء إيش نعمل منه سامبلينج. has outside diameter 76.2 ملليمتر وول ثيكنس 1.651. What is the area ratio of the tube؟ تمام، نركز مظبوط. problem 3.1 بحكي لي انه انا عندي شلب تيوب الديميتر الاوتسايد الخارجي هو عبارة عن 76.2 ملليمتر والوول ثيكنس 1.651 ملليمتر، وطالب مني ايش؟ طالب مني الاريا ريشيو للتيوب. الاريا ريشيو للتيوب، طيب سهلة جدا، احنا بنعرف انه الديميتر الداخلي رسمنا لكم الرسمة مرة، انه هذا الديميتر الخارجي وهذا الديميتر الداخلي، وهاي المسافة تي وهاي المسافة تي اللي هي الوال ثيكنس. فبالتالي الدي اي بده يكون 76.2 ناقص 1.651 ضرب 2. 76.2 ناقص 1.651 ضرب 2، فالقطر الداخلي بيطلع معي 72.898 مليمتر. فبالتالي الاريا ريشيو هي عبارة عن حكينا عنها اللي هي القطر الداخلي تربيع ناقص القطر الخارجي تربيع، قصدي العكس، الداخلي الخارجي ناقص الداخلي على الداخلي على الداخلي تربيع ضرب 100. 76.2 تربيع، بس ممكن يعطيني القطر جاهز، يعني مش انه يعطيني وول ثيكنس ولا اخره، بس هي المهم الفكره. بيطلع معي 9.26%، وهاي العينه مالها انه هل هي هاي disturbed او disturbed، حكينا عنها سابقا، نرجع لها هون وان كانت، بس نرجع لها هون. اذا كانت هي اقل من اقل من 10% فهي undisturbed sample، والundisturbed sample العين الاختبارات اللي بناخذها هي عبارة عن consolidation وshear strength وpermeability. طيب هذا كان السؤال الاول problem 1. طيب هسه نيجي لبروبلم 2. بروبلم 2 بحكي لي a thin walled sampling tube. thin walled يعني مفرغة. fabricated to obtain the good quality undisturbed clay sample. قال لي نوعها undisturbed with 75 مليمتر ديميتر. what is the maximum possible wall thickness؟ اوكي هسه هذا بروبلم 3.2، قال لي الديميتر الخارجي 75 ملي متر، حكي لي بده قيمة الوول ثيكنس إذا العينة ديستيربت، سواء قال لي ديستيربت أو أندستيربت. الأريا ريشيو راح أفرضها هي الكريتيكال لأنه قال لي ماكسيموم واللي هي 10%. طيب بده قيمة تي، فبالتالي دي آي هي عبارة عن 75 هي القطر الداخلي ناقص 2 تي. تمام، فهذا مين؟ القطر الداخلي، القطر الخارجي أيوها نجي نرسم زي هيك، نرسم زي هيك، هاي هي 75، هو قال لي outside ولا inside، قال لي خلص 75 ملي متر ديميتر. طيب فهاي عندي 75 ملي متر، وعندي هاي تي، وعندي هاي تي، فبالتالي دي اي هي 75 ناقص 2 تي. طيب نقدر نشتغل زي هيك، ممكن العكس، اعتبر الداخلية 75 والخارجي هو 2 تي، ما بعرف شو الصح، هسه بنشوف. طيب فباجي بفرض 10% تساوي الداخلي الخارجي قصدي ناقص 75 ناقص 2 تي كل تربيع على 75 ناقص 2 تي كل تربيع ضرب 100، على آلي حاسبة بتطلع معي تي تساوي، أنا أحسبها بس. هسا إذا بدي أحلها رياضيات فهي هون صعبة شوي، ف
فلو اعتبر ان القطر الداخلي هو 75 هو افضل، هو افضل. طلعت معي 1.745 ملي متر، يعني رقم منطقي 1.74. طيب هسه لو اعتبرت العكس، لو اعتبرت انه الدي اي هي 75 والدي او هي 75 زائد 2 تي، فشو بده يصير عندي؟ 10 تساوي 75 زائد 2 تي كل تربيع ناقص 75 كل تربيع على 75 كل تربيع. هيك اسهل الرياضيات لو بدي احل رياضيات يعني. طيب 10 تساوي، اتوقع هذا هو جواب الكتاب، ما بعرف ليش اعتبر يعني هاي 1.83 مليمتر. لو انا بدي اشتغل على ماكسيمم، هاي هي الماكسيمم، دائما الماكسيمم هو الاقل. طيب نرجع نقرا السؤال مظبوط. يعني ما حدد قال لك العينه 75 بس ما حدد، مش مهم يعني هاي الفكره. في حال اجاك هذا السؤال أنا يفضل تستعمل الحل هذا، هذا الحل هو الصح وهذا الحل هو الخطا. طيب بروبلم ثلاث مهم كثير. بروبلم ثلاث، السؤال بروفايل is shown in the figure، هذا الفكرة عندي سؤال بروفايل with the standard penetration number، معطيني standard penetration number لكل عينة كلي. use the equation 3.8b، هسه بنرجع لها، و 3.9 لحتى نوجد قيمة CU وقيمة OCR حسب الدبث عندي، وكم قيمة الأفريج، يعني بدي أحسب لهم كلهم وأخذ الأفريج. طيب نرجع للإكويشن 3.8 و 3.9 الستاندرد بنتريشن تيست، ضروري نركز على رقم الإكويشن. طيب إكويشن 3.7 هاي 3 هايها 3.9 وهاي 3.8. هسا في عندي A وعندي B، واحدة بدلالة N78 وواحدة بدلالة N60. إحنا راح نركز على بدلالة N60 إنه هم يعطيني النمبر قديش N60. طيب يلا شو معطيني هون؟ يلا بدنا نشتغل، بده CU نفتح بس صفحة جديدة. طيب هذا ما نشلف. طيب ثواني. طيب problem 3.3 يعطيني بده المعادلة اللي هي بدها تكون عندي CU على BA تساوي 0.24 في N60 قوة 0.72، كأنها قوة 0.72. طيب كان السؤال بالمتر، كأنه ما خاب ظني بالمتر، فهاي هي 100 كيلو باسكال، 100 كيلو باسكال. فبالتالي بقدر أطلع CU بناء على قيم الـ N60. يعني كيف يعني؟ هسه هون ما في N60 لأن البنتريشن نمبر لمين؟ للكلي. فأنا الدب أنا عندي هون السطح، يعني هاي المسافة هي دبثها 1.5، هاي دبثها بتكون كمان 1.5، يعني لما أجي أحل بحل كأنها 3. هون أول نقطة هاي الكلي، هاي 1.5، كم الـ N60 عندها؟ 5. عند 3 يعني كمان 1.5 عندي 8، كمان 1.5 عندي كمان 8، وعند كمان 1.5 9. شوي في ايرور بالموضوع. طيب 3 و 6 9، عند 9 في عندي 10، وعند 7.5 عندي 9، وعند 6 عندي 8، وعند 4.5 عندي 8، وعند 3 عندي 5 بالضبط. يعني عند 3 يعني إذا بديها كديتم، هاي 0، هاي 1.5، هاي 3، هاي 4.5، هاي 6، هاي 7.5، وهاي 9. كل واحد بقابله هيك، ها عند كل ديتم هذا الدبث عندي، هذا الدبث. طيب بدي أشتغل،
راح احسب انا العينه واحده وبعدين انتم بتعملوها لكم يعني. طيب العينه عندي هذا القانون، فبالتالي سيو على 100 تساوي 0.24 في ان 60، اول قيمه اتفقنا انها 5 في قوه 0.72. احسب على الحاسبه بتطلع عندي 76.46 كيلو نيوتن على متر مربع، اللي هي كيلو باسكال. طيب هاي مين قيمة سيو، وبشتغل للبقية بنفس الطريقة، بشتغل للبقية بنفس الطريقة، بعوض بعدها 8 بعدين بعوض 8 بعدين بعوض 9 بعدين بعوض 10. الدبث ما بفرق معي، بس الدبث بفرق معي وين؟ معادلة OCR. معادلة OCR فيها الـ N60 وفيها الـ Effective Stress، فيها الـ N60 وفيها الـ Effective Stress، فلن نتعلم كيف نحسب Effective Stress. تمام، نرجع للسويل بروفايل اللي عندنا. هذا السويل بروفايل اللي عندنا الـ Effective Stress هون 0، ما بيهمنيش أنا أصلا، بيهمني من هون. هون عندي إياه لو بدي أحسب التوتال ستريس، خلنا نمسح خرابيش، بس لو بدي أحسب التوتال ستريس هون شو راح أحكي؟ راح أحكي هو عبارة، خلني أحله تحت. effective stress بالبداية عند depth صفر تساوي صفر، effective stress عند مش effective total، هذا total كونه زيرو في effective stress زيرو، عند الواحد ونص شو بيساوي التوتال؟ بده يكون عندي واحد ونص في 16.5 اللي هي depth في الكثافة، واحد ونص ضرب 16.5، وكونه ما عندي مي راح يكون نفسه effective. طيب طلع معي 24.75. طيب اللي بعدها هون في عندي جاما ساتشوريتد، ممتاز. راح احكي عندي اللي بعدها عند الثلاث تساوي القيمة اللي قبل زائد الدبث اللي هو الفرق بين الدبث هو 1.5 في جاما ساتشوريتد ناقص جاما ووتر. تطلع عندي 38.535 كيلو باسكال برضو. طيب الستريس عند الأربعة ونص تساوي القيمة اللي قبلها زائد فرق الدبث، فرق الدبث كأنه كمان 1.5، بس الجامة بتختلف عندي إيش بتصير؟ 16.8. طيب وهكذا 38، بس أنا بحسب لكم الإفكتيف ستريس عشان يعني يتراجعوا الموضوع. عندي 49.02 برضو كيلو باسكال، وإلى آخره. نفس الفكرة كل مرة بأخذ اللي قبل وبغير له بس إيش الدبث. الدبث أنا عندي ثابت 1.5، لأنه فرق الدبث 1.5، لو كانت هاي 2 بتحط هناك 2 اللي بعدها 1.5 وهكذا. طيب بحسب أنا كل الإفكتيف ستريس وبحسب كل السيو، باجي لمعادلة الأو سي آر. هاي الأو سي آر، الأو سي آر ولكن نركز شو وحدة الستريس. وحدة الستريس ميجا باسكال، فبالتالي يعني عندي اياها هون ايش بالكيلو باسكال، فبالتالي بقسم كل قيمة على 1000، يعني بتصير هاي 0.0385، هاي بتصير 0.0490، اللي بعدها تطلع معي 0.0595، اللي بعدها تطلع معي 0.07 بعد التحويل، واللي بعدها تطلع معي 0.085. فبالتالي الـ OCR تساوي 0.193 في N60، أول N60 كان 50 وأول effective stress اللي هو كان عندي الثلاث قيمته 0.0385 قوة 0.689 قوة 0.689. شو كم تطلع؟ تطلع عندي شوي كان 50، مش 50، تطلع معي هاي 5.51 وهكذا. كل مرة بعوض رقم اللي تحته، يعني بعوض بعدين 0.4 واللي هاي كانت 8 كأنها، وهكذا يعني بطلع معي البقية 6.46، بطلع معي اللي بعدها 5.65، اللي بعدها بطلع 5.48،
واللي بعدها بطلع 5.35 والأفرج بأخذ الأفرج وبقسم على عددهم اللي هو 1 2 3 4 5 خمس تبثات عندي خمس تبثات هيهم نقطة 1 نقطة 2 نقطة 3 نقطة 4 نقطة 5 تالي بقسمهم على 5 بس هاي هي كل الفكرة هاي هي كل الفكرة يعني أفكار الستاندرد بنتريشن تيست في نفس الإشي. طيب خلينا نشوف البروبلم 3.4 البروبلم 3.4 بيقول لي ارجع لنفس الفكرة use equation 3.10 3.11 حتى توجد variation OCR مع pre consolidation. طيب 3.10 هيها وهي 3.11 طب سهل جدا OCR بس يعني فرق بالقانون يعني انا قبل شوي حسبت الافكتيف ستريس قبل شوي حسبت هاي 100 جاهزه والان 60 معي بحسب OCR طيب وبدي pre consolidation ستريس بطبق القانون هذا انا معي هاي 100 معي هاي ان 60 معي بوتر بصر يعني تعويض مباشر يعني لو بدي احسب البري كونسوليديشن للنقطه مثلا هاي هاي شو بقول شو قانونه هو 0.47 مضروب في ان 60 اللي هو 8 انا حاطه على دائره 8 ضرب 100 بس هيك بقدر احسب البري كونسوليديشن ستريس طيب او البريشر بدي الاو سي ار بس بدل ما استعمل المعادله هاي اللي هي 3.9 بس تعمل معادلة 3.10 تعويض مباشر لا أكثر كله effective stress ما شاء الله عنه طيب فهيك أفكار standard penetration test هون أمورهم تمام طيب خلينا نشوف شو هذا بفرق following is the variation of field standard penetration number in sand deposit قال لي أيوه ممتاز هذا سؤال ممكن يكون فيه فكرة حلوة شو بقول لي بحكي لي كالتالي بحكي لي انه the ground tab معطيني depth ومعطيني n60 نفس الفكرة هاي ولكن معطيني كتابة the ground water table is located at a depth 6 متر ممتاز يعني انا لو بدي ارسم السويل بروفايل عندي انا عندي هون 0 وهون عندي 1.5 وعندي هون 3 عندي هون 4.5 وعندي هون 6 عندي هون 7.9 وعندي هون 9 انا كبره زي هيك بس طيب هون عندي 7.9 الجراند ووتر تيبل موجود عند ديبث 6 يعني هون في عندي جراند ووتر تيبل طيب شو بحكي لي بحكي لي انه الدراي يونت ويت من 0 ل 6 يعني من هون لهون قيمه الجاما تساوي 18 اما الساتوريتد من 6 ل 12 ما عندي من 6 ل 12 عندي ل 9 اخر ديبث عندي من 6 لتسعة الجاما ساتوريتد تساوي 20.2 use the equation 3.13 to calculate the corrected penetration number اللي هي N60 1 بس سهل جدا الفكرة اني احسب الافكتيف ستريس يعني هاي الاكويشن هاي هون صح مين بدي بدي CN شو قانونه الافكتيف ستريس على بيئة قوة نص سهلة يلا هسا كونه أنا عندي زي هيك فأول ستريس عندي يعني هون ها 3.5 خلنا أفتح له صفحة 3.5 الفكرة أني أحسب الإفكتيف ستريس الفكرة نحسب له الإفكتيف ستريس نرجع منكرر قبل الإفكتيف ستريس N60 1 اللي هي الكوركتد تساوي CN في N60 طيب CN هي عبارة عن 1 على stress effective على بيئة وكان السؤال بالمتر فهي 100 كيلو باسكال فبالتالي لازم تكون stress بالكيلو باسكال قوة نص طيب يلا نحسب نحسب أول stress عندي هو عبارة عن الجاما قديش جاما 18 والdepth 1.5 بس يعني ها 18 ضرب 1.5 فبالتالي مباشرة CN تطلع عندي 1 على 18 ضرب 1.5 على 100 قوة نص بس بتطلع معي 1.92 تقريبا فبالتالي N60 1 تساوي 1.92 في N60 كم N60 6 ضرب 6 بتطلع معي تقريبا 11.52 واللي هي تقريبا 12 إذا بدي عدد صحيح طيب
هسه اذا بدي احسب الافكتيف ستريس للي بعد كيف يعني؟ يعني انا هسه عند 3 هي نفس الاشي راح تكون 18 في 3 مباشره، او بجمع قيمه الواحد ونص وبزيد فرقيه الدبث، بس اسهل لي اني احسب يعني هون 18 بواحد ونص، هون 18 في 3 اسهل، هون 18 في 4 ونص، وهون 18 في 6. ولكن وين المشكلة عندي؟ هون وهون. هون شو بده يكون effective stress؟ بده يكون عندي آخر قيمة حسبتها اللي هي 18 في 6، 18 في 6 هذا effective stress at depth يساوي 7.9. هذا effective stress اللي قبله بزيد له الفرق بين 6 7.9 اللي هو 1.9 في جاما ساتوريتد اللي هي اللي هي قديش اعطاني اياها 20.2 ناقص 9.81. بس بدي ديبث عند 9 بقول الرقم هذا اللي طلع معي خلينا نحسبه 18 في 6 زائد 1.9 في 20.2 ناقص 9.81 تلاحظ معي 127.741. بعدين بقول 127.741 زائد فرق الدبث بين 7.9 و 9 هي 1.1 مضروب في 20.2 ناقص 9.81. بس هاي هي كل الفكرة عشان نحسب الدبث، عشان نحسب الدبث. طيب وبنفس الطريقة بوجد N1 60 للكل، يعني هي بس اللي بتفرق معك قيمة CN. فبتمنى تكون وضحت الفكرة هاي المسألة. طيب redo the problem 3.5 اللي هو هذا using equation 3.14. وين equation 3.14؟ بجزء مش موجودة احنا معنا بالسلايدات، مش مهم، المهم الفكرة. for profile in 3.5 estimate the average peak soil friction angle using 3.31b. طيب 3.31 مرت علينا، هيها 3.31 بي هيها. طيب قيمة N1 60 طلعت بالفرع اللي قبل موجودة هون. فهيك احنا كملخص لدرس الستاندرد بيتريشن نمبر، انه بدي احسب فاي او بدي احسب N1 60 نفس مثال الاكزامبل اللي حلينا، يعني رجع قال لي ريبيت بروبلم 3.7 اللي هي يوزنج كويشن 33. كويشن 33 وينها؟ هاي يعني N 60 اللي معي مباشرة مع الإفكتيف ستريس مع المية هاي بقدر أحسب فاي. يعني كمان هذا السؤال سهل جدا. طب سؤال 3.9 بده كويشن 3.29، هاي كويشن 3.29 مين بدها؟ بدها N160. N160 وين طلعتها؟ طلعتها بالفرع 3.5، هي from problem 3.5. يعني هذول البروبلمات كلهم نفس الإكزامبل اللي حكالي أوجد CN اللي هو المعامل التصحيح، بعدين أوجدت N160، بعدين أوجدت مين؟ الفاي باستعمال أكثر من معادلة. طيب نفس الشيء. أوكي 3.10 لا مختلف، يعني الفكرة أسئلة 3.9 3.8 3 هاي أطبق تطبيق مباشر المعادلات ونحن حليناهم بالفيديو السابق. طيب referred to problem 3.5 نفسه using equation 3.22 determine the average relative density of the sand. تمام relative density لقانون. طيب خلينا نشوف شو القانون. القانون اللي عندي هو عبارة عن كأنه موجود هون، مش ذاكر صراحة relative density، إذا مش موجود عادي يعني اللي هو هذا، كأنه هذا قانون relative density بس ممكن مش هاي المعادلة. بس الفكرة إن relative density بتعتمد على مين؟ بتعتمد على N1 60، وممكن إنها تعتمد، خلنا نشوف إذا في قانون، ننسوا هذا قانون الـ E لأنه ما معنا إحنا أشياء بتخص الـ E، ولكن إحنا المعادلة عندي DR. أوكي DR مش معنا هون، يعني هي equation 3.22. لو بدي أرجع بالكتاب على equation 3.22 يعني ها نرجع عند البيتريشن هون، هاي 3.22 هاي المعادلة. يعني حتى لو مش موجودة بالسلايدات بتعتمد على مين؟ بتعتمد على effective stress، بتعتمد على N60 وبتعتمد على BA. أتوقع أنه ما في داعي إني أحله، لأنه لو نرجع للصفحة هاي أنا معي N60 ومعي effective stress هيو حسب لكم إياه هون، أو قلت لكم كيف حسبناه، حسبناه على الصفحة هاي بس مسحناه. طيب
Refer to problem 3.5 using equation 3.28 determine the average relative density. Assume it finds sand using equation 3.13. طيب نستمع 3.28 و 3.13. طيب نرجع نفس الشيء للكتاب. 3.28 هيها من N160 بقدر أجيب مين DR. بس شو قاعد بقولي؟ بقولي where N160 should be multiplied by 0.92 to the coarse sand 1.08 للفاين ساند. هسه جزء مش موجودة بالسلايدات بس برجع بكرر. فبالتالي لازم أضرب قيم N160 طلعتهم 1.08 عشان مين؟ عشان الفاين ساند و 3.13 هاي 3.18 عشان أوجد CN. طيب نرجع للبروبلم. ما بدي أطول كثير بالفيديو هذا. طيب standard penetration test carried normally concentrated fine sand in different locations. The flowing data were collected with average unit weight. اوكي معطيني كل depth معطيني ايش مع unit weight ومعطيني N60. بقول لي اوجد N160 واوجد correction factor باستعمال ليو ويليام وباستعمال سكيمبتون 1860. طيب شو في مشكلة هذا السؤال؟ ما في اي مشكلة بكل بساطة. لو بدي احله انا افتح كمان صفحة 3.12 راح احسب effective stress. راح اقول هو جاما في زد. يلا كم الجاما؟ 18. وكم الدبث؟ 3.5. طب اللي بعده يكون عندي 18.8 × 1.8. اللي بعده يكون عندي 18.5 × 12.4 يكون عندي 18.5 × 18.5. طيب وهكذا مين طلعت الإفكتيف ستريس؟ اللي بعده بده قيم N160. قيم N160 بتعتمد على CN. طيب CN حكينا عنه 1000 مرة. هو عبارة عن 1 على ستريس هاي على BA كله قوة نص. طيب جبت CN لكل واحدة. بعد CN بجيب N160 باستعمال معادلة ويليام. ويليام ومين؟ هيو قال لي ويليام عشان CU. بس شو المعادلة اللي بده إياها؟ باستعمال سكيمبتون عشان أجيب N60. عشان أجيب N60 اللي هي C1 في N60. بس يعني هذا السؤال هو نفس هذا ولكن هذا أسهل. معطيني الدبث والقامة جاهزة. أما هون معطيني لا جراوند ووتر تيبل وإلى آخره. طيب هو هذا السؤال شو بيقول لي؟ A standard penetration test carried a normally concentrated clay sand at 7.62 depth وقيمة N60 where N60 was determined by to be 28. أوكي معطيني depth ومعطيني N60 ومعطيني القامة. فبالتالي بكل بساطة بضرب القامة في الدبث بطلع الإفكتيف ستريس ومع البي اي بقدر أجيب N160. ولكن أعطاني grain size distribution D50 وسي يو the H soil. أوكي بدي أرجع لهذول المعادلات. هذول المعادلات ما أخذناهم. فبالتالي حكي فاضي. هون معطيني standard penetration test معطيني اليونت ويت 18.5. The water table is well. طيب معطيني الدبث والان 60 بكل باستعمال 3.13 وجد سي ان. سهلة اضرب كل دبث ب 18.5 هو زي هاي الفكرة ولكن هون ثبت لي الدبث اللي هي نفس هاي. نفس هاي الفكرة بالضبط. ولكن هون بدون ووتر تيبل بس ايش بده؟ بدي اوجد الفاي باستعمال المعادلات الثلاث. حليناها اكثر من مرة. وهذا السؤال بنفس الفكرة. بده استعمل باستعمال المعادلات وبطالب الريلاتيف دينسيتي. انا شرحت بالتفصيل كيف نحسب الريلاتيف دينسيتي. اوكي هذا الفيديو راح يكون للستاندرد بتريشن تيست. هسه الفيديو الجاي راح يكون الفانشير تيست والساند كون تيست ان شاء الله. المهم انه تكونوا فاهمين الموضوع هذا وكيف احنا بنحله على اي اساس بنحل. يعطيكم العافيه.